السلام عليكم ومرحبا بالجميع في قناتكم. جيسبر كو فوز الي بيان. فيديو جديد كما راكم تشوفوا، رايحين ناخذكم معنا في جوله وتحويسه بشوارع وازقه مدينه بونا. الان رانا متواجدين امام محطه القطار بوسط مدينه بونا، ومفصليها لاغار ماريتيم كما راكم تشوفوا، المحطه البحريه اللي ما عندهاش بزاف من اللي بناوها، ولا الارجح سيتم تدشينها يعني وتولي تعمل بصفه رسميه في قادم الايام، يعني ما بقالهاش بزاف باسكو لي طرافو برسك شافوا على النهايه. اذا كما راكم تشوفوا رانا متوجهين الان الى وسط مدينه عنابه في الجهه المقابله. كما تشاهدون تظهر لنا ساحه ثوره الكور. احنا راح نروحوا على الجهه اليسرى وين رايحين ندخلوا لوسط المدينه، يعني مدينه عنابه اليوم شهدت سيركيلاسيون كبيرة مع نهاية الأسبوع كما تشاهدون. كما تشاهدون هذه البنايات يعني وتعود للحقبة الاستعمارية، وين عاودوا مؤخرا إعادة التهيئة تاعها، يعني عاودوا داروا لها صبيغة وعاودوا رموها، يعني مما أعطى المكان يعني صورة جميلة بعد ما كانت الواجهة تحم يعني شوية قديمة. إذا كما راكم تشوفوا الآن رانا في سونترفيل ورانا متوجهين الى محور الدوران الحطاب، كذلك الطرقات جد مهترئة هاد الايام نظرا للاشغال لتعبيد الطرقات داخل وسط المدينة. يعني كما راكم تشوفوا للاشارة فقط، شهدت اليوم مدينة عنابة تساقط بعض زخات المطر كما تشاهدون. وكما كل مرة خاوتي نشكركم على تفاعلكم عبر فيديوهاتنا وعلى دعمكم المستمر، وما تنساوش اضغطونا لايك اسفل هذا الفيديو ويلا عجبكم. بالنسبة للناس اللي مش هم مشتركين وقاعدين يشوفوا في فيديوهاتنا ويلا عجبكم المحتوى تاعنا، ابونيو في القناة وشغلوا زر الجرس باش يوصلوكم لي نوتيفيكاسيون تاعنا كيما نحطوا لي فيديو. وما تنساوش خاوتي في التعليقات وإلا تحبوا نصوروا لكم سواء في مدينة عنابة هنا الأحياء اللي تحبوا تشوفوها عبر قناتنا، أو حتى المدن يعني اللي نقدروا نروحوا لها، يعني ما نشرح نتدواناو ونبخلوكم إن شاء الله، ورايح يكون وش تحبوا إن شاء الله. يعني خليونا في التعليقات المدن ولا حتى الأحياء اللي تحبوا تشوفوهم عبر قناتنا. اذا خاوتي كما راكم تشوفوا مازالنا في سونترفيل ورانا متوجهين لمحور الدوران تاع الحطاب. كما راكم تشوفوا الطريق راها في حاله لي طرافو راهم يديروا في تعبيد الطرقات. الامطار يعني راها تتساقط بعض الزخات فقط كما تشاهدون. الآن رانا في الرومبوات الحطاب ورايحين توجهوا لاكولون كما راكم تشوفوا. خليوكم معنا خاوتي حتى نهاية الفيديو إن شاء الله.
الآن رانا أمام يعني اسطنبولي موقف السيارات ومتوجهين لا كولون كما راكم تشوفوا. يعني ومدينة عنابة مؤخرا أصبحت تعيش حركة مرور جد خانقة، يعني سيركيلاسيون كبيرة خصوصا يعني من 12 حتى الواحدة أو لا، يعني وفي كافة أيام الأسبوع. يعني للأسف على هذه المناظر التي يندأ لها الجبين، يعني والكل مساهم فيها. القمامة راهي على حافة الطريق. نتمناو إن شاء الله سواء من المواطنين أو من الجميع يعني تحلي بروح المسؤولية. يعني خويا نخليو بلاصتنا نقية باش نعطيو صورة جميلة على مدينتنا وعلى بلادنا الجزائر، لنحبوها ونفتخر بانتمائنا إلى هذا الوطن العزيز. إذن خاوتي الفيديو تاعنا شارف على نهايته، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم خاوتي، الى الملتقى ان شاء الله في قادم الفيديوهات. ما تنساوش خليونا في التعليقات وين تحبوا نصوروا لكم، وتحيه خاصه للناس اللي بقاو معنا حتى نهايه الفيديو، اعطيونا احلى لايك. الى الملتقى خاوتي، سلام.